هلا، اليوم بنسوي تحدي تلوين الشعر، والفكرة هي عن بنسحب لون واحنا قامطين، وباللي بيطلع لنا بنبخها بشعرنا، بنشوف مين الأحلى. يلا نبدأ. هيا الحين بتبدأ. يلا الحين هيا تسحب. يلا اوكي حطي. يلا put it. هيا choose another one. put it another one. another one. يلا خلاص choose another one. another one. يلا خلاص last one. خلاص finish finish. حب هيا حلو. طلع لها pink وردي طلع. يمكن هذه ما يصير pink. maybe this orange. إن في two pink. الحين نسوي شعر هيا. يلا حب هيا وايد حلو. أيوة يكون هو زعل أنا مبسوط. حبها أنا بنفسجي وأنا يمكن يطلع لي أبيض وأصير عجوزة. Which color you want up and which one you want down? I want this one up and this one in the middle, this one down.
وانا نحن وإن شاء الله أعجبكم. باي. إن شاء الله أعجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا.